لغتهم الإشارة وشعارهم الإصرار والعزم، فهن مبدعات عند توفر الدعم والإمكانيات لتطوير المهارات لدخول سوق العمل والإبداع. نظمت جمعية ليونز عمان فيلادلفيا حفل تخريج لفئة متميزة من السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة اللواتي خضعن لدورة متقدمة في فنون الخياطة في مشغل الخياطة التابع لنادي ليونز فيلادلفيا بمركز الصم الثقافي. أنا موجود هون لشارك نادي ليونز فيلادلفيا عمان باحتفاليات خاصة بحضور شركائنا بالخدمة، زملائنا ليونز ألمانيا اللي دايماً هني موجودين لمواكبة المشاريع اللي منقوم فيها مع ليونز عمان فيلادلفيا. هذه المشاريع الأهمية تبعها أنه بتصيب المجتمع الأقل حظ بالمباشر، وهي معمولة لتكون مشاريع مستدامة في الخدمة لحتى تأمن للعناصر الشابة تطوير مهاراتهم وتدريبهم على مهن تقدر هيدي المهن تساعدهم أنه يتحملوا شظف الحياة، لبل أنه يقدروا يتحولوا من أيدي لا تعمل إلى أيدي عاملة ماهرة متخصصة بالمجالات يلي نحن عم نقوم فيها بالتدريب. The clubs from club from Germany and here from Jordan were working together. This is the most important thing for Lions. We serve, and it's wonderful that we can now be a part of it. To be here at the graduation of this women who are now able to be a better or more a part of the society. They don't have to sit there and do nothing, so they have a purpose. They can do something. And I'm really, really, we are a delegation of 16 from Germany, and we are proud to be a part of this celebration today. And also we enjoy the stay here, the hospitality, the extreme differences in landscape, the good food, and the wonderful people we were able to talk the last few days.